إكسبرس عن تشيل. الموعد اليومي كما تعودتوا معنا في الوقت هذا نحكيو سينما نحكيو أفلام. لك المرة هذه على اختارنا واحدة من أهم السيري اللي موجودين في المدة الأخرانية. دونك كما قلت أنت وسامة لهنا باش نحكيو على سيري اللي المرة هذه زادة مانيش نلقاها على نتفليكس مي باش نلقاها على أمازون برايم فيديو. وسيري اللي معناتها مازالت هبطت سيزون جديدة دو سيزون جديدة اللي هي سيزون 3 سيزون 4 ومازالت اون برودكسيون. لهنا سيري اسمها توم كلانسيس جاك رايان. توم كلانسيس اللي هو ان بيرسوناج في الحقيقة موجود في الحقيقة عمل جو فيديو نتاعو هو مع شركة اوبي سوفت اللي هي اسمها سبلنتر سيل. بعد لقات سكسي كبير ياسر لين ايزون ادابتي ليستوار نتاعو هو شنو عاش في حياته شنو عاش كيفاش تخلى العالم نتاع الجيمنج في سيري نتفرجوا فيها اسمها جاك رايان. دونك باش نلقاو فيها الاكتور جون كراسينسكي ويندل بيرس ابي كورنيش وبرشا ممثلين اخرين. دونك في الرول نتاع جاك رايان باش نلقاو كيما قلت لكم جون كراسينسكي اللي هو باش يكون اناليست نتاع السيارة وغاديك باش تبدا كل شيء يتبدل. نحكيو على سيري اكسيون سيري فيها برشا اسبيوناج سيري فيها برشا درام وفيها حاجه اللي مش كيما السيريات الاخرين اش معناتها كل سيزون معناتها نحن استنسنا كي نتفرجوا في سيري عندك السيزون وكل حلقه تحكي لك حكايه ولا تكون سويت نتاع حكايه في السيري هذه اللي كل سيزون عندها حكايتها وحدها وكي تبدا السيزون الثانيه تقول عليك تتفرج في سيري واحده اخرى عندها حكايه كومبليتمون ديفيرونت من الاولى وما يعملوكش حتى كلي جونغ معناتها كلي عمل غابيل ولا تقول عليك بديت في سيري جديده والثالثه والرابعه نفس الحاجه. صعيبه الفكره هذه صعيبه الفكره معناتها باش تخلي نفس الاسم لكن القصه تتبدل مع كل سيزون. فوالا فوالا دونك الفكره صعيبه مي كانت ناجحه توتون ساشون اللي هبطت السيزون الاولى ما لقاتش سكسي. من بعد لاكتور البرانسيبال في البريزونس نتاعو سور لي بلاتو تيلي الفازات اللي عملهم سور لي ريزو سوسيو الفاسون تاع اللي يحكي بها اللي يضحك بها كل شيء العباد حبوه والسيري لقات سكسي الور لا مش نورمال من معناتها غراس لوي غراس الحضور نتاعو اللي معناتها لي بريزونس نتاعو سور لي بلاتو كيما قلت لكم بون كي العاده نحن والعوايد نتعداو مع بعضنا الباند انونس بعد نزيدو نحكيو اكثر على السيري نتاعنا نتاع الليله. جاك j'imagine ce qui se passe dans ta tête en ce moment. Chaque jour en cavale, creuse un fossé que tu pourras peut-être pas combler. J'essaie pas d'échapper à la CIA. Un petit groupe de partisans russes a fomenté un plan pour préserver l'URSS. Grâce à une arme nucléaire qui pourrait créer le chaos. Cette arme a été construite et elle est en route. L'Amérique ne peut pas intervenir officiellement en Crimée. Alors on n'a pas le droit à l'erreur dans cette région. Si vous ne rentrez pas, on va vous lâcher. Si je me rends maintenant, énormément de gens vont mourir. T'es sur le point de franchir une ligne. Tu fais peut-être une croix sur ta carrière. Parce que j'essaie de faire ce qui est juste. Il s'agit pas seulement d'une arme nucléaire. Ça peut déclencher une guerre mondiale. Merde. Quelqu'un s'est lancé dans un jeu très dangereux. Il faut éliminer Jack Ryan. Jack, chaque seconde compte. جاك رايان السيري فيها 4 سيزون فيها كل حلقة تنجم تكون بين 42 و 64 دقيقة فما حلقات اللي نجم يكونوا طولهم ساعة معناتها ديما استنسنا الحلقة نتاع السيري تكون 45 46 دقيقة فما الحلقات هكاك وفما ال 50 دقيقة وفما الساعة دونك تنجم تكون حلقة تقول عليها فيلم وغاديك الاستوار نتاعو بدات عام 2018 ومازالت اون كور دو ديفيزيون مازالت حتى قاعدة تتصور والحاجة الباهية أسامة في السيري هذايا البيرسوناج اسمه جاك رايان ما فما حتى حد ما يحب يقتلوه الكل ما يحب يقتلوه ما نعرفش علاش تقول عليه بدرش عمل لهم اما كلهم معناتها كونترو هو حتى اللي يخدم معاهم ساعات يوليو كونترو ساعات مش ديما. دونك جاك غايان في السيزون الاولى باش تكون الحرب نتاعو كونتر لي تيروريست دونك غاديك باش فما ريزو دو تيروري معناتها نتاع دي تيروريست اللي هو لازم يفركو ولازم يشد الناس الكل. السيزون الثانيه باش نحكيو بوليتيك اكثر باش تولي تمشي معناتها الكومبا بين امريكا وفنزويلا غاديك باش تدخل بوليتيك دونك معناتها باش تكون ليستواغ الي ان بو معناتها اصعب الميسيون نتاعو اصعب وكل ديتاي عندها معناتها عندها كيما نقولوا القيمه نتاعها. السيزون 3 باش نحكيو لهنا زاده بوليتيك باش نحكيو على الحرب نتاع روسيا واوكرانيا كيفاش ادابتي في السيري اللي
هي حاجه كانت صعيبه وتشالنج ليهم هما صعيب ياسر معناتها دونك حتى حاجات اللي انت ما كنتش تعرفهم على الحرب هذيك باش تنجم تعرف في السيري على خاطرها بازي كان على ديفي غيال ابار لي زاكتور ابار فما ما يجيبوش بوتين يجيبوا رئيس واحد اخر دونك فما دي زاكتور سيزون 4 نخلي لكم سيربريز تنجموا تكتشفوا انتم هذايش نجم نقول لكم دونك كيما قلت لكم سيري تنجموا تلقاوها مش على نتفليكس تنجموا تلقاوها على برايم فيديو برايم فيديو والحاجه باهيه اسامه كده تتفرج في الليكتور نتاع برايم فيديو فما اوبسيون تكتيفها اللي كل بيرسوناج يظهر لك في السيري فما تكنولوجيا عاملينها في الليكتور اللي اسمها اكس راي يكبتي الوجه وكي تنزل عليه يقول لك هذا الممثل شو اسمه وانت تتفرج يقول لك شو اسمه في الحقيقه شو اسمه في السيري وشنو ممثل افلام اخرين وميم طون تقعد تتفرج دونك تكنولوجي كبيره استعملتها امازون برايم باش تفوت الكونكورنس السيري ننصح بها العباد الكل اسمها جاك غايان ولا اسمها الكامل توم كلانسيس جاك غايان موجوده على برايم فيديو وهكا نكونوا كملنا اكسبريس ان تشيل نتاع الليله Express and chill. يعطيك صحة علي يمكن النقطة اللي الحب نحكي فيها توا اللي هي أحكي وكأنه السيرية دي معناتها بعدت شوية على القواعد اللي معروفة على اللي سيري معناتها في العادي متاحها معناتها وقت نحكيه مثلا على قصة تكون موجودة معناتها في كل سيزون نقاو قصة جديدة نقاو سيري زيادة تحاكي الواقع اللي موجود قلت انت في سيزون 3 دونك باش نحكيوا على الحرب الروسيه الاوكرانيه قلت اللي معناتها في السيزون الاولى ماهيش القصه نتاع السيزون الثانيه ماهيش القصه نتاع السيزون الثالثه وزاد فما كيما قلت انت تشالنج كبير برشا انه السيزون الاولى ما نجحتش كيما كانت متوقعينها لكن ابارتير من السيزون الثانيه نجحت دونك لهنا وكانه قواعد جديده ولات في السيري ليزي في السيري هذية بالذات فما كل شيء جديد على خاطر قبيلة قلت لك التشالنج ما كان سهل وكان صعيب ياسر باش نفسر لك علاش كي خاطر في سيزون 3 كي يحكيوا على الحرب اللي قاعده صايره توا ما حكاوهاش اون جينيرال الحرب ولا السيري شو القوه نتاع لي زاكتور والقوه نتاع التمثيل والقوه نتاع خدمه كامله اسامه اللي خذوها السيري تمثلت في الريبوبليك تشيك تشيك جايه بين زوز قوات بين امريكا وبين روسيا دونك السيري تمثلت غاديكا معناتها باش تكون بازي في تشيك مع الكونتاكت ديريكت مع البريزيدنت تشيك معناتها في السيري معناتها وغاديكا كان تشالنج على خاطر معناتها باش يوريك اللي كيفاه البوزيسيون نتاع البلاد هذيك اللي جايه كيما نقولوا بين زوز قوات عظمى كيفاش باش تتصرف شنو باش تعمل بون تقعد ديما السيري تقعد ديما فيكسيون مي زاده ماهي سهله راك معناتها كل سيزون عندك حكايه كل حكايه اللي عندها امباكت كبير في العالم الحلقه الاولى معناتها والكل ديفيريل الحلقه الاولى باش يتحارب كونتر لي تيوريست فما لي تيوريست مالوغوزمون في الحلقه الثانيه الحرب بين فنزويلا وامريكا اللي ديما فنزويلا وامريكا اللي زوز بلدان عمرهم ما تفهموا وديما فما كلي شكون يطيح على الاخر ولا كل بروفوكاسيون وكل شيء الحلقه السيزون 3 نحكيوا على لا غير اللي في روسيا وفي اوكرانيا سيزون 4 نحب ياخي نخليها سيربريز ما نقول لك شنو خليها سيربريز مي ليستوار نتاعها كيفيه بازي على ديفيريل واللي قالوا حسب لي كريتيك من احسن لي سيزون خاطر ديما ساعات اللي تلقى السيري ديما الحاجه الخايبه اللي تنجم تلقى في السيري اللي كل ما تتويل فما شانس تنجم تفسد وتنجم تكون عندها امباكت خايب على لي سيزون الاخرين اللي كانوا ناجحين والاوديونس تطيح والاوديونس تطيح وكل شيء بور لانستون جاك غايان معناتها 4 سيزون باقي لاقي حظها باقي لاقي السكسي نتاعها وباقي العباد يل دوموند يحبوا اكثر سيزونات واكثر حلقات تخي بيان يعطيك صحه معكم شوي اخر مواصلين في لوماك في بقيه الفقرات نتاعنا نرجع لكم بعد موعد الاخبار